الأهمية والفوائد نتاعو كيكسوا على الفرد والمجتمع. وخصصنا حصة كبيرة للحديث على العمل التطوعي في علاقته بصغيراتنا وكيفاش الأولياء ينجموا يوجهوا الرسالة نتاع العمل التطوعي لصغيراتنا، مع خاصة الفوائد اللي كنا تحدثنا عليهم في عديد من النقاط واللي حتى قبيلة في تدخل لمهران اسكو الصغير وحده ينجم هو اللي يلاحظ العمل التطوعي وتكون المبادرة من خلال ملاحظة الصغير وبعد احنا نعطيو المعلومات لصغيراتنا والا لي. دونك حكينا على دو تيب نتاع الصغيرات وكيفاش كل واحد والنشأة نتاعو كيفاش كانت، كيفاش طبيعة الشخصية نتاعو، اختلافات الشخصية نتاع الأطفال بطبيعة الحال. دونك بيان سور هذا اللي باش نحكيو عليه اليوم في منتدى الحياة. نعاودو نرحبو بالأخصائية والمعالجة النفسية سونيا جبلي. مرحبا بك سونيا. أهلا بك مريم وأهلا بكل مستمعي الحياة فاء. خلي احنا نكملوا في نفس الاطار جست باش ما يضغطنيش بعد بشويه، خاطر عندنا اذان صلاه العصر أي. حسب التوقيت المحلي لمدينه القيروان والمجاره. خلينا نسمعوا بقيه اراء الاولياء ويا ندرا كيما نفس أي. اراء الوليه اللي سبقت والى ليل الميكرو اللي امنه لنا زميلنا وسام القرقنيه. أكيد جدا، خاصة أنه العمل التطوعي هو مهم ويزم يدخل في الكوتيديان بتاعنا في صغارنا والربي وصغارنا أنه هو يتطوعوا، لأنه التطوع في معاني العطاء، في معاني أنك أنت تساعد، وهذيك بهي أنك تربي الصغار على التنشئة، هذه تنشئ على القيم الجميلة اللي فيها بناء، أنك تبني الحاجة اللي تعاون البلاد وتعاون مش كان الدولة هي اللي تنجز، وإنما أيضا بالعمل التطوعي متاع المواطنين، لأنه التطوع هو معناتها من أساسيات المواطنة، ومهم جدا أن نربي صغارنا على القيم هذوما، لأنه الصغير كان نشوفه حتى البخوت تقولهم هذوما مستحضرهمش، ولكن الصغير اللي يتطوع واللي تلقاه يقوم بأنشطة الفايت مدرسته وإلا الفايدة النادي اللي هو فيه وإلا في الحي متاعه حاجة، هذيك الحاجات هذوكم يخلي الصغير يعمل على نفسه ويخلي الصغير يتربى على المساعدة وعلى البناء. فوالا دونك احنا كلمه البناء تعاودت برشا مرات ايفيكتيفمون، دونك عارفين الاسبري كونستركتيف اللي هو نمط فكري معين يتنمى عند الصغير في عمر ما بين 10 و 11 سنه. دونك النمط الفكري هذايا اللي هو ما يتنمى كان كي صغير يتدرب على كل ما عنده علاقه بالمساعدة. فوالا المساعدة هذه هي واللي احنا قلنا ديجا من الدار ما نحاولوش نصدوا صغيراتنا سونيا، خاصة اللي قلنا احنا غدا باش قلت لك نقضي الدار في ساعة ممكن هما يستهينوا في بعض الأحيان يتهيأوا لهم، سامحني ما يتهيأوا لهم اللي صغير ما يعرفش. راهو ما فماش صغير ما يعرفش، فما صغير ما يعرفش لكن يتعلم، هذه اللي نحنا إفكتيفمون شطر اللي مراوهش. دونك نشوفو كان شطر الفارغ متاع الكيس، ما نشوفوش شطر المنيا هو اللي من المفروض يكون بالعكس. إفكتيفمون دونك اليوم انت دورك كوالي عندك صغير اون فان كونت انت باش تصنع منه مواطن، إفكتيفمون مواطن سوي ومتوازن. المواطنة فيها برشا واجبات وتندرج عنهم حقوق، من واجباته كونه هو يعاون يمد يد المساعدة معناها يتعاطف يحن يرف الحاجات معينة، شوف قداش ما بيدأ معناها خلق لهم احنا. إفكتيفمون هذي الكل راهو يبدأ من جزئيات صغيرة من الدار من داخل البيت حتى نوصل المؤسسة التربوية اللي هو المحيط الخارجي عند الصغير. فوالا فما شكون يقول لك للعمل التطوعي نجم يخلق عند الشخص المتطوع في حد ذاته يخليه يحس اللي هو عنده برشا وقت في حياته، منيش جاية هذي بيان سور وقت اللي هو يعطي الوقت نتاعه الغير ويحس اللي هو باقي عنده الوقت مازال اللي باش يتصرف فيه، لانه معناها هذي على حسب البحوث تنجم تكون في نفسية وتفكير الشخص المتطوع تنجم تكون صحيحة، هو بلوتو استثمار الاستثمار الايجابي للوقت عند الصغير. نعرفوا نحن اللي قد ما تنظم روح على قد ما تلقى وقت روحك، حكينا فيها في جيستيون دو طون. دونك لو فيت انت صغيرك تعاودوا مره في الاسبوع او تو ديبون مره في الاسبوعين، معناها الحصه نصف شهريه او حصه اسبوعيه نقوموا بعمل تطوعي، مش لازم يكون عمل تطوعي كبير ياخذ الفوليم تاع الانخراط في جمعيه ايتترا، ينجم يكون احنا نسميوها عمل تطوعي داخل الدار. اي اليوم شكون باش يطوع شخص الكهرباء مثلا، اي اليوم شكون يطوع باش يسقي جنينه،
وشكون مشي توا مثلا باش يطبق باش في الدار معناها نعملوا حاجات في الدار با فورسيمون نخرجوا للشارع ايتترا ومش دونك. ومش هذه مش كاين فرض اما جوست احنا قاعدين معناها ديجا ليتنيش قلت على ثلاثه اربع حاجات اليوم نحنا باش كل واحد فينا باش ياخذ طريقه معينه او باش ياخذ معناها مهاره ولا تاش ايفيكتيفمون باش يعملها. انا مش نفرض عليك اللي هو بالسيف باش تعمل هذه ولا هذه هو شو هو ريالمون اختيار موجه خط انا باش نخيرهم بين حاجتي مش نقول واه اعمل اللي تحب. اما هو في قرارات نفسه يعرف اللي هو معناها هو اللي يختار صغير يقولوا لي حتى على صغير اللي يقول لك صغير ساعات يصعصع سونيا وانا كي دخلنا موضوع في الموضوع يقول لك يحب هو اللبسه اللي يحب عليها هو يلبسها دونك هو وقت تعطي انت شواء لجوز حاجات دونك هو في قرارات نفسه اللي هو اللي يختار ماكش انت اللي اخترت صحيح هذا هو اش معناها اختيار موجه اللي انت كاينك تعطي للصغير امكانيه الاختيار ولكن هو على باز هو مشروط من قبل الوالي هو مش باش تقول له اسمع البس اللي تحب باش تقول له تحب تلبس هذه اللبسه هذه ولا اللبسه هذي هو ان فات كوتش يقول لك هذه هي هذه كيفاش يقول لك لا ما نحبهمش زوز اقول مالا نختاروا مع بعضنا تا داكور دونك هنايا قولوا اعطيني 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 اقتراحات وانا تنعاونك في الاختيار ديما يسمك انت تكون موجود مع صغير دونك انت ديما المرافقه طريقه فوالا طريقه افكتيفمون اللي هي ليست الزاميه اللي هي المراقبه اللي انا ما نحبهاش كلمه مراقبه دونك نحكيو على المرافقه المرافقه فوالا المرافقه هي اللي نحكيو عليها سورتو بعد بشويه سونيا نحكيو على كيفاش نعزوا ثقافه التطوع هذيا وسورتو الاختيار بعد خاصه كي يبدا عارف شنو يختار هل انه بالميولات والا معناها بصفه اعتباطيه يختار الاعمال التطوعيه نذكركم نحكيو على العمل التطوعي الأهمية والفوائد متاعه على الفرد والمجتمع وسورتو مخصصين صغيرات 70/35/120/77/288/289 ما قبل هذا نرفع لحضراتكم أذن صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القيروان وما جاورها.